قد يا بيسو. خير يا عم محجوب. تعال. شفت شعلان يا بيسو؟ والله ما شفته يا خال. ولا كلمتوش في التليفون؟ ولا كلمتوش. طب ممكن تاخد اراضيشك دي وتمشي بعيد عن هنا؟ انت هتكرشنا من منطقتنا كمان يا عم محجوب. اكلوشك من منطقتك؟ عيال صايعه وفاسده. صحيح، هو ده اللي انا خايف منه يا فندم. انا قبل كده قلت لحضرتك مش عاجبني علاقته بالدوري، قلت لي خليهم يتسلوا. طب هو ما فتحش سيره مع انديل عن طبيعه الملفات دي؟ لا ما فتحش. عشان ذكي. هو بقى كده قرر يلعب معانا على المتغطي. انا الحقيقه يعني لو ليا راي سمحت لي، يعني عاوزين ننشف عليه شويه. انا بفكر اكلم يسري الجمح. لا 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 لا، انت كده هتبوظ الدنيا. انت تشوف مين اللي حواليه وتعس على الورق والملفات، لو فيها خطوره نضمه.